المنتخب المغربي على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. يسعدنا أن نلتقي بالمشجعين المغربيين. كم جينا الليلة وروينا لا فيك طوالينا. علي علي مغرب روحة كندا سهلة 3-0 بلجيكا 2-3 كندا 3 دوم الفينال. نلعبوا مع اسبانيا وغنضربوها بجوج غندوزو نلعبوا مع البرازيل فينال مروكو. هذه اجواء مونديال قطر 2022. وايضا معنا هني لقاء نتعرف عليك. انا اسمي سمير. اهلا سمير مبروك الفوز. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك المدام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسمك ما تعرفنا عليك. ندى. اهلا اهلا يا ندى. الف مبروك الفوز هدفين. توقعتوا النتيجه هذه؟ لا ما توقعنا، يعني كان حلم والحمد لله. احنا كنت كنقول انا وندى افتكرنا مكسيكو 86 لما المغرب انتصر على البرتغال، هذا يوم فرح زي بتاع 86. كيف احتفلتي بالهدف الاول والهدف الثاني في الملعب؟ صريخ كثير. يعني شنو قلتي بالضبط؟ الحمد لله الحمد لله. هذا افتخار كبير لنا وللامه العربيه والمغرب وكل شيء. نعم احنا جميعنا فرحانين، وان شاء الله هذه بوادر التاهل للدور المقبل ان شاء الله، وان شاء الله المغرب في دور 16 ان شاء الله قريبا. ان شاء الله يا رب ان شاء الله، واكثر من دور 16 ان شاء الله. الله ان شاء الله كل الخير وتمنياتنا للمغرب. الله يبارك فيك. شكرا. تعال تعال تعال. انت من وين؟ من السودان. من السودان وتشجع المغرب؟ اكيد. وحاط سكارف المغرب؟ لا هذا البرتغال. هذا البرتغال اهم شيء في احمر واخضر. انت مقيم في الدوحه ولا ايه؟ مقيم في الدوحه وتشجع المنتخب المغربي؟ ايه اكيد. يلا الف مبروك. المغرب فاز على اي منتخب؟ بلجيكا. لا زين مذحب. اوكي شكرا شكرا شكرا. الله يعطيك الصحه. الف مبروك. الله يبارك فيكم. شكرا شكرا. اذا من امام المركز الاعلامي هنا في مشيرب نلتقي مع الجماهير المغربيه الفرحانه بالانتصار على المنتخب البلجيكي. مساء الخير. مساء النور. مساء الفوز. مساء الافراح. مساء المغرب. شكرا شكرا كثيرا. مبروك للمغرب، مبروك للعرب، مبروك للمسلمين. والله شرفونا كثير. كيف فرحت بالهدف الاول والثاني؟ فرحت كثير لان صابري بلديتي، ابن بلدتي، ابن بلدية قلميمة من الرشيدية جنوب شرق المغرب. نعم. واكتشفوا لي ان منطقة جنوب شرق يعني شبه صحراوية وبعيدة بعيدة كثير. المهم الحمد لله انهم اكتشفوا الطاقات الموجودة في اعماق المغرب في البراري والصحاري والجبال. نعم. لو خليتك انا معلق للمباراة كيف بتعلق على الهدف الثاني؟ الهدف الثاني روعة. كيف بتعلق عليه؟ نعم. ابدع لان زياش ما شاء الله يعني قناص وكان غلطان فيه المدرب. ابيك تكون معلق للمباراه، كيف بتعلق على هذا؟ لا لا تقدر لا لا هو دخل بها وما شاء الله عليه اعطاه كره لزكريا بوخلال اللي ما خلاش الفرصه تروح منه ودخل في 90 ما شاء الله. الحارس ذاك كورتوا ما صار يفهم شي في الحراسه، ما صار كورتوا ولا ديما مغرب. ان شاء الله الدراري ترجلوا معنا اليوم وان شاء الله يفرحونا في الماتش الثالث وغندوزوا على الجداره والاستحقاق ان شاء الله، وبالتوفيق المنتخب ديالنا السعودي حتى هو يدوز ان شاء الله. وديما مغرب وديما مغرب ديما مغرب. شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا. تحياتي للجميع. مساء الخير. مساء النور. عسليمه. عسليمه شخبارك؟ الحمد لله الحمد لله لاباس. الحمد لله الحمد لله. ما تعرفت عليكم اساميكم. احنا معاكم في اذاعه وتلفزيون المارينا من الكويت. نتشرفوا. انا اسلام وتونسيه وفرحانين على الاخر. فرحتنا المغرب بالفوز نتاعهم اليوم. ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله بطوله عربيه بامتياز. وكيما عودونا هكا على اجواء الحماس والفرحه ان شاء الله نكملوا هكا. واو زين. هذا شو تسمونه اللباس اللي عندكم؟ هذه الشاشيه التونسيه من اللبس التقليدي نتاعنا، نلبسوهم عاده مع الجبه ولا مع سفساري زاده كيف كيف. دونك هذه اللبس التقليدي نتاعنا. جميل جميل. انت من وين؟ من تونس برضو ولا؟ تونس الخضراء. تونس الخضراء. تحيه تونس يعيشكم ثلاثتكم. شكرا 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 شكرا. هذا الدعم العربي لكل منتخب عربي مشارك. تعال. مساء الخير. مساء النور والسرور يا حبيبي. انت من وين؟ ومن السعوديه حاضرين مساندين المنتخب. العدل عدل شغل عدل. هذا منتزه المونديال. والله الشعب ما شاء الله فرحانين ومستانسين. هذا جو المونديال حلوه. اجواء المونديال جميله. حالاته هذه الاجواء. بس يا اخي امس يا اخي وين الحظ على المنتخب السعودي؟ شوف هو الحظ مرات يجي معك مرات يغلبك الصراحه. ادى المنتخب واصابات يعني وتعبوا في الملعب رجال، لكن زي ما انت شايف الحظ ما حلفهم وضيعوا فرص
ومنتخب الهند يلعب على تفاصيل صغيره. المباراه الجايه امام المنتخب المكسيكي شنو توقعاتك؟ والله شوف انا متفائل بس زي ما انت عارف عنده اصابات، انا ما احط اعذار بس ان شاء الله في 11 رجال في الملعب يادون اللي عليهم باذن الله. فالكم التوفيق ان شاء الله. يا هلا ومرحبا. اذا هذا تفاعل الجماهير العربيه هنا في مشيرب، ويبدو ان هناك يعني مجموعه من الجماهير المغربيه اللي تتواجد في مشيرب تحديدا في سكه الوادي، وهم الان في الطريق جايين احتفالا بالفوز على المنتخب البلجيكي. المغرب نعم تفوز على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. الف الف مبروك يا شباب، الف مبروك مبروك مبروك. واللي ما صيح صيحة مغربية، واللي ما بوشا ماشي مغربي وهيك وهيك، 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 واللي ما بوشا ماشي مغربي وهيك وهيك. المغربي ألف مبروك ألف مبروك. تعال تعال، أنت مغربي ولابس الأرجنتين كيف؟ أنا سعودي. أنت سعودي ولابس الأرجنتين وتشجع المغرب؟ لا وأشجع المغرب. ما شاء الله ما شاء الله، عساك على القوة وموفقين في المباراة الجاية أمام المكسيك. شكرا شكرا شكرا. تعال الدرباس الحبيب، هلا بالبشمهندس. هلا بالحبيب، شلونك؟ عساك طيب؟ طيب طاب حالك. وجودك في المونديال لأي مباراة تحديدا حضرت؟ اليوم إن شاء الله بحضر ألمانيا وإسبانيا. أوه. مباراة قوية. ألمانيا يا فوز يا ما فوز. انت تشجع اي منتخب؟ ان شاء الله اسبانيا. لا اشجع السعوديه. السعوديه اي بس يعني المنتخبات العربيه. يا شوف واستمتع وارجع. عساك على القوه وموفق يا حبيبي. وش هالصدفه يعني، لو تواعدنا ما تصادفني. عساك على القوه يا حبيبي. يا مال العافيه. اذا احنا موجودين وما زلنا في سكه الوادي في مشارب للاحتفال مع الجمهور المغربي اللي اليوم فرح بالانتصار على المنتخب البلجيكي 2-0. إذن المنتخب المغربي وأنصاره من المغاربة والعرب يحتفلون بالفوز على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل لا شيء. المغرب تنتصر. جميل الروح وجميع المغرب مغرب. مبروك مبروك للمغرب ولجمهور المغرب، يحق للمغرب الفرح والانتصار على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء. ما علي يا فتحي، تعبت يا فتحي، لكن بعد التعب راحة، ما بقى شيء. المونديال يخلص 18 ديسمبر إن شاء الله.